هناك. فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية سواء في الوسط أو الجنوب تتدهور أكثر فأكثر من جهة. ما الذي ضاعف هذه الأزمة هو المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة. طبيعة الحال نتحدث عن الآلاف من النازحين، 1,900,000 نزحوا من منازلهم، 1,200,000 في مراكز الإيواء التابعة للأونروا. ودعنا نتحدث بالصورة من هنا، نشاهد كيف يحتمي الناس، هذه العائلات تحتمي في هذه الممرات والمرافق التابعة للمستشفى، لأنه لا يوجد لديهم مكان يأووا إليه. هناك مثلا يحاولون على الأقل تسوية الأرضيات، وضع بعض الأخشاب البسيطة مما توفر من أخشاب، لأنه حتى الأخشاب يستخدمونها في الحطب، ولكن حتى يرفعوا الأرضية التي أصبحت مبتلة بمياه الأمطار. مياه الأمطار غمرت كثير من الخيام خلال الساعات الماضية وساعات الليل، ما أجبر فلسطينيين كثر من النازحين على قضاء ليلتهم فعلا في العراء وتحت المطر، لأنه كان يصعب صيانتها، حتى هي مصنوعة من القماش والنيلون، وليس الأمر يقتصر على من هم بداخل مرافق هذا المستشفى، إنما حتى في مدارس الإيواء التابعة للأونروا. وهناك بعض من الفلسطينيين أو عديد الفلسطينيين الذين يعني وجدوا أنفسهم في ساحات المدرسة من أجل أن يحتمي الأطفال والنساء داخل الصفوف الدراسية المكتظة، وهو ما تسبب برفع أو بارتفاع أعداد المصابين بالأمراض والأوبئة وخاصة المعدية. واليوم كان هناك ساعات صباح هذا اليوم تحديث من وزارة الصحة تتحدث عن نفاد كميات تطعيمات الأطفال. هذه التطعيمات كان يأخذها الأطفال في سن صغير، سواء المواليد أو الأكبر، يعني حتى دون الخامسة أو دون الخمس سنوات، لكن مع نفاذها يجعل هؤلاء الأطفال مكشوفين عرضة لأي أمراض يمكن أن تنتقل، خاصة الأمراض الصعبة التي تحدثت عنها بالأمس وزارة الصحة خلال مقابلة أجريناها، الجدري، الأمراض الكوليرا، حتى خشية من أن ينتشر في صفوف الأطفال هنا، مع فقدان للأدوية والعلاجات اللازمة حتى لعلاج بعض الأمراض التي كان سهل التعامل معها كالنزلات المعوية والإسهال الذي يصيب معظم أطفال النازحين في مناطق الوسط والجنوب. والحال يبدو أكثر قتامة دائما حينما نتحدث عن غزة.